Three, four.
بسم الله الرحمن الرحيم. خرجت ساكنة وجدة هذه الليلة في فعاليات حاشدة طوقت بمختلف تلاوين العناصر الأمنية ومحاصرة هذه الفعاليات التي دعت لها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع في ذكرى 30 مارس يوم الأرض للتنديد بالإبادة الجماعية على مدار 6 أشهر التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة، خاصة من الأطفال والنساء والمدنيين. هذه الوقفة التي أكدت هذه الليلة مرة أخرى على رفضها لقرار النظام المغربي بالتطبيع مع هذا الكيان الصهيوني الإرهابي المجرم الذي ما زال يمارس جرائمه على مرأى ومسمع من الجميع. كذلك هذه الوقفة أرسلت رسالة واضحة أن الساكنة ساكنة وجدة ستبقى حاضرة وستخرج إلى كل الميادين والساحات وإلى المساجد طالبة وضاغطة ومنددة بهذه الإبادة الجماعية وبالتطهير العرقي وبالتجويع الذي يتعرض له أهلنا في قطاع غزة، خاصة في هذا الشهر الفضيل الذي نسأل الله عز وجل ونتضرع إليه بأن ينصر أهلنا في قطاع غزة وأن ينصر مقاومته وأن يعجل بالنصر وبالفرج. وشكرا لكم.